اللحظة جد سعيد أنه العائلة الإنسانية تلتئم اليوم بمدينة تزنيت، وأعتبرها مدينتي باعتبار أني يعني أننا لا نرى مدينة تزنيت إلا بهرمين. هرمين يعني أسدوا الكثير من الخدمات وأسدوا الكثير في الذاكرة الجماعية وفي ذاكرة تاريخ مدينة تزنيت، وهما الأستاذان الجليلان الأستاذ عطيف عمو والأستاذ بنواري. أعتقد بأن الكل منا يحن إلى هذه التجربة الفريدة من نوعها، وهذه الفريدة المتكاملة والتي بطبيعة الحال لا يمكن لنا في دعوتهم إلا أن يعني أن نحضر ويحضر معنا باحثين من جامعة ابن زهر، الجامعة التي خلدت الكثير من التقاليد الديمقراطية والمؤسساتية التي رسخوها في ذاكرتنا ورسخوها في أبحاثنا، ونحن ممتنون لهم بهذا الفضل الكبير، لأن أعتقد بأن هذا الموضوع، موضوع تدبير الشأن المحلي، هو يعني هو جزء من ذاكرة مدينة تزنيت، لأن هذه المسألة دي تدبير الشأن المحلي بطبيعة الحال أريد أن أدلو في هذا اللقاء بأربع نقاط أساسية. هو أنه تدبير الشأن المحلي ما علاقته بتدبير الشأن الوطني، لأنه الكثير منا يعتقد بأن الكثير من الأمور اللي هي تفصيلية تتعلق بمعاشه اليومي يمكن أن نحلها على المستوى الوطني، وأن تدبير الشأن المحلي أريد أن أقف عند هذه النقطة الأولى. التجربة الفريدة التي يعني رسخها هرمين هما الأستاذ بنواري والأستاذ عطيف عمو في تكاملهما، أن الكثير منا لا يمكن أن يعني أن يتفاعل مع الكثير من القوانين التي يمكن أن يشرعها مثلا المشرع في البرلمان، وتعهم الحياة اليومية على المدى البعيد والمتوسط، لكن الحياة اليومية حينما يعني يتقاطع أو حينما يصدم المواطن في شؤونه الإدارية اليومية كتاجر كأستاذ كعامل كيفما كان، يجد نفسه مرغما على ضرورة فهم القوانين التي يعني تحيط به، ويجب أن تجد له يعني حلا لمشاكله اليومية. لذلك إذا كان المواطن يمكن أن ينفلت من الشأن الوطني، فلا يمكن له أن ينفلت من الشأن المحلي، لأنه معاشه اليومي وحياته اليومية، من ذلك عقل الازدياد إلى الفصالة حتى الترخيص إلى آخره. إذن هاد المعادلة وهاد الإشكالية وجد لها الحل الأستاذان، أن الأستاذ عبد اللطيف عمو يتابع عن كتب، ولكم في تجربته التشريعية ملاذا وفي يعني مداخلته ملاذا، لأنه يدافع دوما عن المواطن ويدافع عن المواطن المحلي، لذلك فله بعد استراتيجي ووطني، لكن البعد المحلي من الذي يستطيع أن يفصل هذه التعقيدات التشريعية إلى حياة يومية ومعاش يومي؟ هو الأستاذ بنواري. لذلك كانت تجربة رائعة، ولا يمكن أن نتصور مدينة تزنيت ونحن ندخل لهذه المدينة إلا بهذين الهرمين. لذلك أحيي هذا الالتئام اليوم للعائلة اليسارية التقدمية، ونعتبرنا في جامعة ابن زهر يعني محظوظون لحضورنا معكم اليوم. لذلك ففي المسألة اليوم يعني دون أن ألج في التفاصيل اليومية التي يعرفها كل مواطن اليوم حاضر معنا، هي تجربة هل رسخت الجماعات الترابية بعد المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي دافع عنها المواطن المغربي بعد 2011، هل رسخت تقاليد مؤسساتية ديمقراطية أم لا؟ هذا هو السؤال الذي أعتبره جوهريا، ونحتفظ بالمسافة مع جميع الفرق السياسيين لنتساءل عن هذا السؤال. هل فعلا كل ترسانة القانونية وكل عروض التي قدمتها الدولة كدستور، قوانين تنظيمية، قوانين تطبيقية ومراسيم تطبيقية، هل استطاعت اليوم أن تحسن وضع
المواطن التزنيتي، المواطن المغربي بصفة عامة، بينما هو محلي وما هو وطني. أعتقد بأن الأمر فيه الكثير، فيه الكثير من التعقيد، وهذه العقدة لا يمكن أن يحلها إلا شخصان أو إلا طرفان، من يستطيع أن يفكر وطنيا ومن يستطيع أن يرسخ التقاليد الديمقراطية المؤسساتية محليا. أعتقد بأنه الطفرة التي حققها المجتمع المغربي في 2011 أجاب عنها الدستور، وأجابت عنها القوانين التنظيمية، وأجابت عنها القوانين العادية، وأجابت عنها المراسيم. لكن من هو الطرف الذي يمكن أن يتلقف هذه القوانين ويحولها إلى تجربة تنأى بالمصالح الخاصة والمصالح الفئوية ومصالح التي سماها الأستاذ عمو التمثيلية الضيقة إلى تمثيلية جميع فئات المجتمع؟ هل الأحزاب التي استطاعت أن تحصد أرقاما، هل استطاعت أن تعي بلحظة تاريخية معينة في 2011 واستطاعت أن تنأى بنفسها عن مصالحها الخاصة ومصالحها الفئوية والحزبية إلى تمثيلية واسعة؟ أعتقد بأن هنا مكمن السؤال، لأنه في مدينة تزنيت كما في كثير من المدن المغربية استطاع مثلا حزب سياسي معين أن يحصل أرقاما، لكن هل استطاع أن يحول هذه الأرقام إلى تقاليد مؤسساتية، إلى تقاليد ديمقراطية؟ هل اعتبر بأن مسألة الأرقام هي مسألة غلبة سياسية، أم أنها هي مسألة تناوب ديمقراطي وتناوب في إطار تقاليد ديمقراطية؟ أعتقد بأنه عودة إلى مدينة تزنيت بأن التجربة التي حصلت لا يمكن أن أن يتنكرها جاهل، هو أنها تقاليد ديمقراطية كيفما كان الحال وكيفما كانت تبعاتها بعد ذلك. هي تقاليد ديمقراطية باعتبارها أن أصوات مدينة تزنيت ذهبت لحزب سياسي معين، وهذا الحزب السياسي معين في إطار، وهذه هي التقاليد الديمقراطية، في إطار استجابة لأصوات مدينة تزنيت تقلدت المسؤولية. لكن هذه المسؤولية هل وعى بها هذا الطرف السياسي وهذا الفاعل السياسي؟ هل اعتبر بأنه يمثل، يعني نزع عنه ذاك المعطف السياسي واعتبر بأنه يمثل جميع أطياف وأطراف وتنوعات مدينة تزنيت، أم أنه فقط هو من أجل إثبات غلبته السياسية؟ هذا هو المشكلة للتقاليد الديمقراطية. الذي يؤمن بالديمقراطية لا يؤمن بأن لحظة تاريخية معينة خمس سنوات يمكنه أن يتجنبها على وأن يغلب بها المجتمع. المجتمع ذاكرته قوية جدا ويعرف الطالح من الصالح. لذلك أعتقد بأنه بالنسبة لمداخلتي يعني كجمعي، أعتقد بأننا نهتم بما ينفع الناس. ما معنى أنه نهتم بما ينفع الناس؟ بمعنى أنه كانت في واحد الزمن ديال الدريس المصري يفصل الخرائط الانتخابية، يعتبر بأنه المكانة الداخلية والمكانة ديال الدولة يمكن أن تتكهن بما هو نافع للمجتمع. في لحظة 2011 كانت طفرة، هذه الطفرة معناها أنه هناك عدة ترسانات قانونية ومؤسساتية يمكن أن تقطع، مع اعتبار المجال الترابي والمجال المحلي هو مجال للسلطة وإعادة إنتاج قيم السلطة، وأنها مجال لإنتاج قيم الحرية والتنمية. الغريب في الأمر، وهو من بين الكوارث التي عصفت بهذا المجتمع المغربي، هو أنه في اللحظة التي كان من الممكن أن يتقلد هذه الترسانات وهذه المؤسسات طرف يؤمن بالديمقراطية، تولاها طرف أعتقد بأنه يعتبر الديمقراطية مطية، يعتبرها مطية من أجل استبداله وتمكينه السياسي.
لأن في نهاية المطاف يمكن حتى لا أكون ذاتيا وأحتفل بالمسافة مع جميع الجماعة الترابية، هو أنه ما هي حصيلة تدبير جماعي، تدبير الشأن المحلي في الكثير من الجماعات الترابية بالمغرب. سلامة اليد ونظافة اليد متوفرة لدى الكثير، لدى الكثير، حتى لا نستبد بالقول بأنه أمر الحزب السياسي اليوم الذي يستبد بالكثير من الجماعات الترابية هو أنه نظيف اليد. ما هي آثاره على المعاش اليومي للمواطن؟ هل له القدرة على إفراغ هذه نظافة اليد في مشاريع؟ لأنه أعتقد بأنه في مدينة تزنيت عايشتها عن كثب، أعتقد بأن نظافة اليد لم تكن يعني تخلو منها أيادي من هم من سابقي، لكن الأمر يتعلق بأرقام، ولكن المجتمع تزنيت والمجتمع المغربي ليس فقط أرقام، لأنه قراءات متعددة ودراسات متعددة يمكن أن أجملها في قراءتين أساسيتين. القراءة الأولى أن هناك من يعتبر بأن الشأن العام بصفة عامة سواء كان وطنيا أو محليا لا يعنيه، ما دامت أن الدولة هي التي تفصل الخرائط السياسية وتضع رجال السلطة كيفما هو ما يتنبؤون به بالنسبة لمستقبل الجماعات الترابية بالنسبة للمغرب بأنه بيد السلطة، بأنه الحزب الذي تريده السلطة هو الذي يجب أن يستبد بالحكم، وبأن رجال السلطة الذين يعينون في بعض المناطق هم الذين لهم يعني ديك القراءة ديال الشوافة ديال الأحزاب السياسية والمستقبل الانتخابي. إذن هذه الجماعة، إذن الطيف الأول من الساكنة تقول بأنه ما دام أن الأمر فيه غلبة للدولة لماذا سأشارك في الانتخابات؟ لماذا سأشارك في الانتخابات وأنا في نهاية المطاف ستقول أمور إلى ما تريده الدولة؟ هذا هو الطيف الأول، يقاطع يقاوي عبر طرق معينة. اليوم هل يمكن للمواطن اليوم بعد التجارب المريرة اللي عرفناها وبطبيعة الحال هذا الانزواء والتباعد ما بين المواطن وبين السياسة ما رده لهذه الأسباب؟ أنها الدولة تستقوي بقدراتها المالية أولاً، لأنه هذه المشاريع ديال التركيز الإداري وهذه الصناديق التي تعرفونها وهذا التمويل وهذا الإعداد ديال الأحزاب السياسية وشخصيات وأمناء عامون في أحزاب سياسية موالية للدولة، هل يمكن أن يسمح لها الكرة من جديد؟ أعتقد بأنه اليوم بدور المواطن، المواطن معناه أنه في كل تجربة جماعية هي تجربة فريدة من نوعها، لا يمكن أن نعم نفس يعني النتائج ونفس الخلاصات على جميع الجماعات الترابية بالمغرب. لذلك فالاستقواء اليوم يكون بإرادة المواطن وبضرورة إعادة الاعتبار للسياسة باعتبارها صوت المواطن في شأنه المحلي اليومي وكذلك في تناغمه مع القوانين التي والمؤسسات التي تؤطر هذا العمل السياسي. وشكرا لكم.